مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من قلب بيت الفنانة المغربية المقتدرة المحبوبة سلوى الجوهري، بطلة وجع التراب وبطلة العديد من الأعمال الفنية. حنا كنفضلوا نقولوا وجع التراب لأنها صراحة بدعات فيه وتألقات فيه كعادتها دائما في الأدوار ديالها. كنتمنوا لكم عيد أضحى مبارك سعيد، والله يبعد علينا وعليكم هذه الجائحة. جينا اليوم عند الفنانة ديالنا المحبوبة باش نباركوا لها عيد الأضحى ونشوفوها كي بقات من بعد واقعة ديال الاعتداء اللي تعرضت لها، وأكيد كلنا كانوا قلوبنا معها وزادت كبرات في عينين المغاربة، خصوصا من بعد التنازل ومن بعد الصلح اللي وقع بينها وبين المعتدي، واللي قالت لنا أنا ما نقدرش ندخل شي واحد الحبس. أهلا وسهلا لالا سلوى. السلام عليكم لالا فاطمة الزهراء عزيزة، دائما كنبقى نقولها وكنقدرك وكنقدر فيك المجهودات والطاقة اللي فيك، والله يعاونك بنيتي، وعيد مبارك سعيد، وباش ما تمنيتي لا انت ولا الجمهور ولا ولدي هذا، والله يسر. اللهم امين. كبرتي في عينينا وكبرتي في عين الجمهور. الفنان هو اللي كيكون راقي بحالي، والفنان هو اللي كيكون محترم لا في عيني لا في عين الناس. تنازلتي بداك الشاب اللي وقع لك معاه الاعتداء، خرجوا بعض الاشاعات قلتي لنا كيقولوا بانك خديتي الفلوس باش تنازلتي. طبعا واش هذا الشيء بصح ولا لا؟ خرجوا بعض الاشاعات كيقولوا بانني خديت التعويض، عطوني الفلوس، عطوني، بحكم انك بعض الناس كي هذه ولات ظاهره، ما انا ما نلوماش، ولكن اللي بغيت نوصل هو انني ما كنبيعش لحمي، وماشي لاباس عليا، محتاجاش، انا ما بغيتش التعويض، يعني الا خديت التعويض بحال ما سمحتش ليه. انا المغزى عندي هو انني ندير شي حاجه زوينه مع نفسي، والحمد لله مع قوتي ربي رزق جا صيف خير رزقي من عنده، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. قلتي قالوا الشائعات اللي خرجت ودراتك بخاطرك لا سلوى خديتي باش تشري الحولي، حيت انت ما عندك باش تشري. انا الحمد لله مع قوتي كاينين شي ناس صيفطوا لي الحولي جزاهم الله شكرا خيرا، ولكن الشائعات بعض المرات كتجرح، بعض الناس كيكتبوا بلا ما كيوزنوا بلا ما كيشعروا بلا ما كيجيو يحكموا عليك. انا راه ما خديتش تعويض وما غناخذوش رغم اي حاجه، وربي كيف كنقول دائما راه صايفط لي رزقي، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. اكيد كيما قلتي التعويض لا خديتي راه ما كتسميش تنازلتي. نعم. شريتي ربما نقولوا هما شراو التنازل ديالك. نعم. ولكن الحمد لله. لا سلوى فين غبرتي؟ واش غنقول، حيت انا كثرت بزاف من هذا الموضوع في الفيديوهات وواحد العدد، حتى وليت انا كنحشم. فين غبرت في الدار والحمد لله والشكر لله. واش اختياري؟ لا ماشي اختياري طبعا، انا نكرت ولكن عيانه شويه، تزاد عليا الحال، يعني بعد المشاكل اللي وقعت لي ومن بعد هذا الشيء كنوي كنتظر انني غادي، بما ان ما عيطش ليش واحد نخدم معاه. انا سابقا كانت عندي فرقه ديال المسرح، قلت كنشتغل وكيشتغلوا معايا ناس، قلت انا نفس الشكل غندير فرقه ديال المسرح ونتحرك، ولكن الصحه شويه نقص هذه الايامات معدباني شويه، ما كنقدرش حتى نزيد. شنو اللي عندك في الناس؟ شنو كيدير؟ الضيقه على حسب الجو، مرة موقفة، يعني نهار راني صحيحة مع الأدوية ومن بعد ثاني مريضة، ما كنقدرش نزيد، ما كنقدرش نتنفس، ما نقدرش، اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. لا سلوى تبدلتي بزاف، شنو اللي قلت لك؟ واش الهم؟ واش قلت الخدمة؟ كلشي 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 كلشي، الهم وقلت الخدمة وكلشي، طبعا راه حنا بشر، كلشي بدلني الحمد لله والشكر لله. باقي فيك ما تبدعي يا سلوى؟ باقي فيا ما يبدع، خصني نرتاح شويه مع راسي ونعاود نكسب شويه صحتي من جديد، وباقي في ميخدم. كيعيطوا لك ولا كيما ولا نساوك؟ هذا هو السؤال. ماشي نساوني نهائيا، وما عيطوش ليا، ومؤخرا عيطت لي واحد السيده، مشيت ديك الساعه كنت شويه سبحان الله في سيغما مخرجه طاهري شي حاجه طاهري لواحد لوغول، وباقي ما اتصلوش، باقي عرفتني وعطاتني درت تجربه باقي ما كانش الاتصال. شنو وقع في الفن المغربي؟ شنو وقع في الفنانات ديال الزمن الجميل؟ فين هي الشعيبي الهضراوي؟ فين هي سعاد صابر؟ فين هما العداد ديال الفنانات؟ طبعا اش وقع؟ هي ماشي وقع شي حاجه، غير كاين كل جيل وجيلو، كيجي جيل كيتنسى جيل. ولو مثلا كنشوفوا في السينمات العالميه، مثلا على سبيل المثال السينما المصريه، واخا تيكبروا تيبقاو كاينين، على ما كاينينش لي غول ديال الناس الكبار. الله يدينا على بعضياتنا،
المشكل ماشي في المسؤولين، المشكل فينا حنا مع بعضياتنا الفنانه. حنا كنحفروا بعضياتنا، حنا كنحكموا بعضياتنا، حنا كنهضروا بعضياتنا، الله يدينا على بعضياتنا. اذا فين كاين الخلل؟ الله اعلم، ما نقدرش نقول الخلل فينا حنا، ماشي في هذا فينا حنا الخلل، حنا مع بعضنا. ما نقدرش نقول فلان ولا عمر، نحسب راسي حتى انا منهم. الخلل فينا حنا كلنا، والنصيب ولا بقيت بالحياه راه ما غنبقاش بحالك. غادا نشتغل وغادا نشتغل، حيت انا سابقا كنت كنشتغل وكنت عندي كفاءه وكنت عندي قوه وعندي طاقه. غترجع لي الطاقه ديالي ان شاء الله، وها المسرح باذن الله مع قوتي ان شاء الله. طول عمرك ان شاء الله. باقي فيك ما يعطي، وباقي فيك ان شاء الله. اكيد كتشوفي راسك بعض المرات في شي ادوار كتقولي هاد الدور ديالي؟ دائما انا الناس تعودوا عليا بغيت نبكي، ولكن ولاو كي انا حبست بكيا، حيت راه قلت ديما كدير الفيديوهات هما الفنانه كيقولوها ديما كدير الفيديوهات وديما كتبكي وكتبغي باش تسعى. كنسعاش انا درت الفيديوهات، ما عمرني درت شي فيديو باش يصيفط لي شي حد. ولحد الان ما كيقولوا طلبوني الناس، كيقول لك النمره ديالك، ما كنعطيتش النمره ديالي، الله اللي كيعطي. ما نتسناش انا ندير فيديو باش يسعى. واش بكي؟ ولا عيب، ولا عيب عند الاخر، ولا شماته، ولا تشفايه. ولكن احنا في الدنيا كل واحد كيفاش، هذا كل واحد كل واحد كيفاش، كل واحد غيدوز حقه، كل واحد غيدوز حقه. اكيد. شنو اللي كيخلي الناس اللي تبكي؟ واش حيت القلب طيب؟ واش حيت حنينه؟ ما عرفت انا، ما انا ملي بديت في مسلسلات ديك الساعه كانت التلفزه المغربيه في قناه وحده، اول مسلسل مغربي في المغرب دار سميتو 66، وكنت انا باقا صغيره بزاف، وكنت كنبكي. وكيقولوا كاينه ممثله كتبكي، ماشي بحال الممثله الاخرى كيديروا اصطناعي كيهضر مع المخرج كتبكي. ممثله ولات معروفه بملي كيعيطوا لشي واحد دور فيه البكاء، كيعيطوا لسلوى الجواري باش نضحكوا شويه. بقيت كنبكي في المسلسلات حتى بكات عليا الايام. دابا وليت كنبكي بصح، نضحكوا شويه، نضحكوا الحمد لله. الحمد لله الايام كلها ضحك. امين امين امين. الله يحسن العون. راه ملي كتبكي العين راه القلب كيكون ويلو للعين التي لا تدمع والقلب الذي لا يخشع. اكيد اكيد. العين كيكون الانسان قلبه حنين، كيكون من خوف الله، وكيكون الحمد لله. الحمد لله. شكون هما الفنانات اللي باقا عندك بهم علاقه؟ قال كيزوروك، باقي كيسولوا فيك، واش باقا ديك الرابطه؟ واش لا ما كايناش. انا ما شفتش من قديم هادشي، ملي بديت ملي دخلت العقر المعاناه ما كاينش اللي كيسول فيا، ما كاينش اللي كيتصل بيا. يمكن كنتلاقاو في مكان ديال الفنانه كنسلموا على بعضنا كنهضروا مع ديك السلام، اما باش تغبر وتمرض مازال الرجاله كيسولوا فيا الرجاله، اما باش يسولوا في كل واحد كيقول راسي يا راسي. سابقا هضرت في هذا الموضوع وكرهوني وقطعوا معايا الهضره. علاش نقول هذا الكلام؟ وانا دائما نبقى نقول الحقيقه، والله سبحانه وتعالى راه ما متش ملي قطعوا معايا الهضره. ماشي كلهم، كاين فنانات. انا دابا انا كنتقلب في التليفون كنلقى ملي وقع الحادث سعيده ازقون كتصل وانا ما عارفاش. دوك الناس اللي كانوا كيقلبوا يساعدوا لي في التليفون باش يسولوني كي بقيت، منهم سعيده ازقون. يعني ماشي كلهم خايبين، ماشي كلهم. يعني كاين الناس اللي كيسولوا غير هي من الوقت، الوقت بصح، وبنادم كيتشغل وبصح بصح بصح. عيد الاضحى السنه كيفاش غدوزوا؟ غندوزو مزيان رغم المشكل اللي وقع وهادشي اللي وقع، غندوزو مزيان ان شاء الله ومع قوتي. ومشكورين هذوك الناس اللي صيفطوا لي الحول، كنشكرهم بزاف. كيفاش دابا منين كتعيشي الناس؟ سمحي لي على هذا السؤال. بصراحه علاش انا ما ساكناش في داري؟ يعني يكون عندي مدخول غادي نمشي نسكن في داري بحال الناس حتى انايا. عايشه انا مع بنتي، راجلها كيبيعوا شريف تقاشر، داكشي اللي كيديروا كنعيش كناكلوا معاهم، هذه هي الحقيقه. ما عنديش مدخول. سمعت بان بعض الفنانات تعطوهم تقاعدات، وكل واحد كيفاش كيكتب ليه ربي، الله يسهل على الجميع. ما خديتي حتى شي دعم؟ ما خديت حتى شي دعم، ماشي حتى شي تقاعد، ما عنديش مدخول. كنوصل دائما كنعاود هذا الموضوع، ولا ممل عند الناس، دائما عندي مشكل هو هذا. كنوصل الا ما لقيتش باش نشريه راه مشكل، ما كنلقاش بعض المرات نشريه. دائما كان او غنبقى الناس كيعيبوا عليا، زميلاتي وزملائي كيعيبوا عليا، كيقولوا مالك تجبد الفونطولين؟ الا بغوني ما نبقاش نقول فونطولين، يوفروا لي جوج فونطولينات في النهار. انا ما كنحشمش، هذه هي الحقيقه، وهذا الشيء اللي عطاني ربي كنحمدو ونشكرو. عندك جوج في النهار؟ جوج في السيمانه. السيمانه شحال كيسواو جوج؟ 50 درهم قال شي واحد كيسوى 50 درهم قال شي حاجه. يعني يلا تتكفي يلا يلا.
الحمد لله. دابا كنشارجي بنتك وبنتك في كان كاين كنمشي نتلاقى مع اصدقائي في لابرانسيا اللي كيجلسوا فيها الممثلين، كان ماشي كنسعى اصدقائي كنقول لهم خويا تسلف عطيني بغيت نشري فونطولين، اولا الا خجلت كنقول له سلفني 50 درهم كنا نشري الفونطولين.